السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على الجميع. بما أن احنا في موسم حصاد الرمان وتقريبا في بدايته، بعلمكم طريقة نفرط فيها الرمان، طريقة سريعة وسهلة. أول شيء هذا الرمان عندنا، حاول أنه إيش ما يكون فيه أي خرابات، نشيل الرأس بهذا الشكل، ثم نقص الرمان من الوسط شخط، كل شغلنا هذا بيكون على السكين، ثلاث مراحل بالسكين هذه. أول شيء نفتح الرمان من الوسط، شوف لازم يتلاقى الرأسين سوا. بعد كده بنفس السكين نفتح الرمان بهذا الشكل. الرمان له مفاصل، يا تجي خمس مفاصل أو ستة مفاصل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وبعض الرمان يجي خمسة لكن ما يجي سبعة أو أربعة. هذا واحد اثنين، نقصها بالسكين بهذا الشكل، ثلاثة أربعة خمسة ستة، نفتحها بهذا الشكل، نحاول ما نكسر القشرة. بعد كده نقلبها على الكف ويكون راحة الكف فاضي، ونمسك القشرة بروس الأصابع، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة وهي خمسة، وبقف السكين نضرب البوارز من هنا، بس أهم شيء الأصابع تكون ماسكة القشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. شوفوا الآن القشرة فاضية، نكمل الثانية. أهم شيء نتبع المفاصل، المفاصل هي عبارة عن قشرة ما بين جزء وجزء، واضحة في كل الرمان. مثل ما قلت لكم نمسكها بالأصابع وراحة الكف تكون فاضي من تحت. كذا يكون انتهينا، وعلينا وعليكم العافية. هذا هو الرمال بهذا الشكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.